that. Does that. ماذا كانت تشحن تحضرين؟ ماذا كانت تحضرين؟ مش كل الأصوات اللي احنا بنسمعها بنحبها بس في 12 صوت كلنا بنحبهم وهم ال 12 صوت بتوع والسبب مش بس ان كل صوت او نوتة موسيقية بتكون صوتها مريح للودن بس اللي فعلا بيميزهم هي العلاقة المنتظمة اللي ما بين كل صوت او نغمة موسيقية لقيته بتخلي الناس مش بس يسمعوا الموسيقى بودانها لكن كمان عقلهم واكبر دليل على ده ان بيتهوفن على الرغم من ان تقريبا فقد صنعه في اخر ايامه الا انه قدر يالف واحده من اعظم السيمفونيات على مر التاريخ فعلى رغم ان بيتهوفن ما كانش سامع الموسيقى في بدايته الا ان العلاقه المنتظمه ما بين النوت الموسيقيه قدر هو يحفظها في عقله فبالتالي سمع الموسيقى دي كلها والالات الكتير جدا في عقله وقدر يالفها ويمد الموسيقى وكان اول ناس وضعوا نظام للاصوات الموسيقيه كان الاوديو فكانوا بيؤمنوا ان النظام هو ظاهر جدا وكل ما حاجه كانت اكثر نظاما كانت اكثر جهاز في الخصوصية قبل الميلاد هيسافر الراجل اللي وضع جهازنا بالمثال بتاعه وهو عنده فكرة عن الحساس بقى ان كل ما الحساس بتعمل تكون حاجة مختلف بتطلع صوت مختلف فبالتالي قدر يربط ان الصوت ليه علاقة بالحد وبالتالي ليه علاقة بالأشعار فمن خلال الفلسفة الآلي قال ان احنا من خلال الأرقام دي من خلال نسب ثابتة وخلال جوهر كلها نقدر ان احنا نعرف النقط اللي بتيجي على بعض ومع ظهور الزمن العلماء قدروا يوصلوا للحالات ونسب اضعاف تربط النوع بتاعه فحتى ما وصلوا للنظام اللي كان موجود او من شباب التفكير اللي انا كنت بقول عليه على الرغم ان اللي كان موجود دول حاجتين من القرن ال 15 حتى اللي كان تقريبا من 600 سنه الا ان الموسيقى تفيد الشباب وده بيرجع لاستعمال ال 12 نوتة بطريقة ممكن تقدر تعبر عن الإنسان والعصر والمجتمع. إن في الآخر الموسيقى هي وسيلة للتعبير وللتواصل. فاللي أنا في وقت ده وأنا هرجع للمحطة الكيميائية بتاعة رصيف ومع أدراكه ورصيف مش حاطة سماعات بسمع ده. طبعا انت حسيت بالفرق ما بين ان انا معايا موسيقى جميله منتظمه ودوشه فاكتشفت كنت بحصل في البيت اللي جبتها او بعيد عني مع ان الموسيقى دي كانت تبقى اكثر منطقيه لو ركبت على الصوره دي وده فعلا العصر متقلبش فيه الموسيقى فده كان من 300 سنه في اوروبا ولو بصينا على الناس كانوا عايشين ازاي في الوقت ده هنلاقي ان الوقت ده كان في عصر يسمى بعصر التنوير كان في نوع من الهدوء والاستقرار النفسي فالعلماء والحكماء والمفكرين في العصر ده كانوا بيدعوا للاعتدال وتحكيم العقل فبالتالي الموسيقى طلعت مثال لده الموسيقى طلعت منتظمه ومرتبه بسبب اي انسان انه يسمعها انا بقى لو بصينا بالزمن شويه كتير هنسمع ده موسيقى دي اتقلدت قبل الحرب العالمية الأولى بسنة أو ثلاث. أول عرض ليها الناس شافت تهجيرها وهجمتها
والستاف هاوس ناس قامت ومشيت واللي ماسكين قاعد يزعق وينتقد لدرجة إن البوليس دخل بسبب شغلة القمة بالجمهور في 40 واحد لكن بعد ما الحرب كانت على طول في أوائل العشرينات مثلا وسبحان الله لقيت إن سلسلة المزيكا حبتها تفتكروا ليه؟ طبعا المزيكا أنا شايفة إن الناس شافت الإيقاعات الغريبة واللي مش متعودين عليها والألحان المتنافرة واللي مش مترابطة انعكاس للعشوائية وحالة الحرب اللي هما كانوا عايشينها هما لقوا إن الموسيقى دي أكتر حاجة بتعبر عن اللي هما شايفينه أما بقى الموسيقى دلوقتي أنا شايفة إن دي عاملين وصلوا. أول واحد إن بعد التقدم العلمي للتكنولوجي للتكنولوجيات القرن العشرين وبداية القرن العشرين وتدخل الآلة اللي مهمة في حياة الإنسان سواء كان الموبايل الكمبيوتر الآلات اللي في المصانع أو العربيات كان لازم الموسيقى تعبر عن ده. فصوت الموسيقى طلع شبه أصوات الإلكترونيات والتكنولوجيا. تاني حاجة إن برضه بسبب التقدم العلمي رتم حياة الإنسان بقى سريع، فما بقاش قادر إنه يقعد ويتأمل في الموسيقى اللي بيسمعها. فظهرت أنواع جديدة زي الفوك والتكنو مرتبطة أكتر بالحركة والمجهود البدني والرقص والتخطيط أكتر ما هي مرتبطة بالتأمل في المزيكا. فإحنا دلوقتي ما بقيناش نسمع مزيكا ما بقيناش ننصت كتير. وأغلبنا بيبص للمزيكا من وجهة واحدة بس، فشايفينها كوسيلة للترفيه. على الرغم من إن الموسيقى أرجو كتير جدا، فمثلا الموسيقى بتستخدم كوسيلة للتواصل ما بين الإنسان وربه. فالموسيقى عنصر مهم في أي عبادة سواء كان قبل أو بعد نزول الأذان السماوية. ففي الحضارات القديمة زي عند الإغريق أو الفراعنة هنلاقي إن هما كانوا بيقدسوا الفنون خاصة الموسيقى. وبيعملوا آلهة فمثلا كان اسم الميوزك جاي من إلهة عند الأغريق اسمها الميوزك ومع نزول الأديان السماوية ففي الكنيسة هنلاقي الحاجات المهمة جدا في التقاليد الدينية عندهم هي الترانيم والكورال الفارسي لدرجة إن علماء بتوع تاريخ الموسيقى بيقيموا بالفضل للكنيسة إنها كانت هي الأساس بتاع الموسيقى الكلاسيكية هي بتاعت موتشارت وبيتهوفن وشوبان والناس دي كلها في حياة الإسلام هنلاقي إن الأذان اللي بنسمعها خمس مرات في اليوم وتكبير القرآن ومديح الرسول كل دول ما هم إلا أصوات منفردة. فالموسيقى هي وسيلة للتواصل ما بين الإنسان وربه لكنها كمان وسيلة للتواصل ما بيننا وما بين بعض. فعلى قد ما شعوب العالم مختلفة شكلها لونها عرقها أو لغتها إلا إن الأصوات اللي الإنسان بيطلعها من حضارته أو امتداد الأصوات دي بالآلات الموسيقية أكيد أقل بكتير. فمن خلال الموسيقى بيقدر يوصل لنا حاجات لو قعدنا مليون سنة مش هنقدر نعبر عنها بالكلام. لكن في مشكلة، لو إحنا بس وصلنا للموسيقى على أساس إنها العلاقة المنتظمة اللي ما بين الـ 12 نوتة، الموسيقى هتبقى حاجة شبه كده. بس اللي ناقص في الموسيقى هو التعبير الفني او التعبير الموسيقي. التعبير الموسيقي ده هو المحول اللي بيقدر ينقل المزيكا او الفن الموسيقى كلنا بنحب نسمعها وبنحب نقدر نشوف نفسنا فيها وبتقدر توصل لها. فالموسيقى ممكن تبقى عامله كده. الدور بتاع التعبير الموسيقي هو المايك بتاع الاوركسترا. في الاول كان واحد انا فاكر انه لو مسك عصاية ونكت شعره عادي كانت كده شوية ممكن يقف مكان المايك. اللي يخليك تتخيله ده
اللي المايسترو مش ماسك آلة الأوركسترا. انت بتوقع الآلة بتاعته هي الأوركسترا كلها، كل عازف هي الآلة بتاعت المايسترو. اللي بيخليه يتنصت ويحرك بإيديه ويعمل تعديل بوشه غريبة، هو بيحاول يوصل ده العلاقة المتصلة المدينة اللي اتنشر جوتها والموسيقى للموسيقى للعازفين اللي قاعدين. ففي الآخر الموسيقى تقدر تسلمها وتقدر تفهمها. فالمايسترو الأوركسترا والعازفين والمغنيين واللي اتنشر جوتها والألحان والإيقاعات بتاعتهم، وأهم من ده كمان التعبير الموسيقي، كل دي هي العناصر في الآخر بتوصلنا للموسيقى اللي كلنا بنحب نسمعها واللي بنشوف نفسنا فيها. من الأول الإنسان البدائي، الإنسان اللي المزيكا بالنسبة له وتخبيط على الحجر أو على الخشب، لحد دلوقتي لما الموسيقى وصلت لأكثر صور التعبير فالموسيقى هتبقى رغبة وحاجة إنسانية كاملة. علشان كده بنلاقيها بتخش في كل حاجة في حياتي، سواء كانت فنية أو فنية أو رسمية. شكرا.